شايفاه لماذا يضيع الحب وكيف يهون لماذا يكون الشوق وكيف يكون لماذا الكره لماذا الغدر لماذا أبكي وينجرح قلبي الحنون لماذا أبكي وينجرح قلبي الحنون يا لماذا يا قلبي العذاب لماذا يا قلبي الهوان كان بالأمس القريب في محبة وفي حنان لم يكن ضرب ونار لم يكن حرب ودمار كان حب وقناط كان فرح للصغار كان حب وقناط كان فرح للصغار كان صرعنا الأرض شوق حياكم الله.